جنرال موتورز وقبلها شركة كرايسلر، عمالقة تصنيع السيارات الأمريكية لأكثر من 50 عاما يتساقطون بنتائج غير مسبوقة على حياة الأمريكيين. لذلك يسارع الرئيس أوباما بضخ 30 مليار دولار إضافية إلى ميزانية جنرال موتورز كجزء من إعلان إفلاس الشركة. لقد ورثنا أزمة مالية لم نشهد مثيلا لها من قبل. إنها أزمة أضرت بأسواق رأس المال وفرضت علينا اتخاذ تدابير جديدة لإنقاذ نظامنا المالي وقطاع السيارات، وفرضت علينا امتلاك أسهم كبيرة في شركات خاصة. والسبب بسيط، إننا نريد استمرار تلك الشركات وازدهار اقتصادنا متوقف عليها. لن تختفي جنرال موتورز، بل ستظهر بحلة جديدة تنتج سيارات أصغر حجما وأقل استهلاكا للبنزين. يقول الخبراء الأمريكيون الآن إنه لا خيار أمام الرئيس أوباما إلا بضخ الأموال في شركات تصنيع السيارات الأمريكية ثم الانتظار بعد ذلك. نعم، خسرت الشركات الأمريكية حصصها في الأسواق ولم تعد رائدة كما كانت سابقا. أعتقد أن المبيعات ستظل منخفضة ولن تحقق جنرال موتورز أرباحا قبل أن تكون قادرة على إنتاج وبيع 50 مليون سيارة في العام الواحد، ولن يحدث هذا قبل عام 2011. مزيدا الآن من البطالة داخل أمريكا، 89,000 شخص سيضطرون للبحث عن عمل آخر بعد إعلان جنرال موتورز إفلاسها. الآن يجمع أيضا المراقبون الأمريكيون على أنها نهاية العهد الأمريكي على الأقل في مجال تصنيع السيارات. نصر حسين، الجزيرة، واشنطن.